ننسي دشمال وشلبيك 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 يحزف يا جرح قلبي. السلام عليكم. ها؟ هذا طعم الليل ويجوا هذول الأمريكان قبل يقصفون. الأمريكان يعني يضربون بيت صدام. هاي الحرب، احنا من كنا بالحرب كنا نرسم أول شيء زين أشياء فرحة، بس من صارت الحرب زين احنا قمنا نرسم هاي الأشياء اللي كانت كلش تخوفنا وترعبنا، وإنه هم اللي سووا علينا الحرب، حتى ما حنوا بس على الإنسان، ما حنوا لا على الإنسان ولا على النبات. ناس يريدون يعني صارت حرب طلعوا يعني خافوا وطوروا من الملجأ، هنا هذا ملجأ. وين الملجأ؟ هذا. هاي تصورين الحرب هيك مو؟ خفتي بالحرب؟ إي. شقد؟ هواية. نادى بابا تضرب على الطيارة، تبادل بين الصواريخ والقاذفات. وهاي جلدي يضرب الطيارة وقع الصاروخ هنا وهناك طيارة هم تضرب. يعني حرب. يعني تتسكي. قبل كنا عايشين بحروب، كنا نرسم بس دبابات وحروب يعني صواريخ، بس هسه لا قلنا نرسم شوارع وناس فرحانين يمشون وألوان حلوة.